دعونا نبدأ بالتعليق على مقابلة الجبري في قناة سي بي اس، برنامج 60 دقيقة. أولا، برنامج 60 دقيقة برنامج ثقيل في أمريكا وناجح وله مشاهدات عالية، ولا معدو البرنامج لا يختارون إلا قضايا مهمة ولها جمهور، فلذلك ظهوره في 60 دقيقة يعتبر حدث مهم سواء له أو للبلد أو للأمريكان أو لمحمد بن سلمان. سؤال: لماذا يقلق بن سلمان من الجبري وخاشقجي أكثر ما يقلق من المعارضة الأخرى؟ يعني هو طبعا هو هذا تفكيره، يعني الخطر من المعارضة التي تخاطب الشعب وتحدث تغيير فكري وثقافي ونفسي في الناس أخطر بسهولة، لكن تفكيره هو أن الجبري وخاشقجي أشد خطرا بكثير من المعارضة. لماذا؟ لأنه يؤمن أن الأمريكان هم الرب، هم الذين يستطيعون التغيير، هم الذين بيدهم الحياة والموت والرزق والملك ونزع الملك. ولأن خاشقجي كتب في صحيفة أمريكية فهو أشد تأثيرا عليه من البقية، ولأن الجبري معروف لدى الأمريكان وتعاون مع الأمريكان ولديه وثائق يمكن أن تصل للصحافة الأمريكية، فحينئذ سيكون خطيرا، خاصة المعلومات التي تكلم عنها، الوثائق التي تكلم عنها. فإذا لهذا السبب يقلق بن سلمان من الجبري وخاشقجي. لماذا المقابلة تعتبر مهمة بغض النظر عما قيل فيها؟ أولا كما قلت، لأن برنامج 60 دقيقة هذا برنامج قوي في أمريكا، وثانيا لأنه مجرد موافقة الجبري أو قرار الجبري الظهور فيها مهم. لماذا؟ لأنه في بيئة المخابرات، يعني ما في حاجة قانونية تمنعه من الظهور. يعني الإعلام ليس بيد الحكومة في أمريكا، الإعلام ليس بيد السلطة، ولا سلطة إلا للقضاء على الإعلام. ولكن ما الذي يمنعه؟ ما الذي كان يمنعه سابقا؟ الذي يمنعه هو ثقافة أو أعراف داخل البيئة المخابراتية، لأنه جزء من المخابرات الأمريكية والبريطانية والأوروبية لغيرها، هو جزء من المخابرات السعودية، هي جزء تابع لهم، أنهم أعراف أنه ما تكسر هذه الأعراف، أنه عيب أنك تظهر دون أن تنسق مع جماعتك الأمريكان وغيرهم. فكونه ظهر في المقابلة واضح جدا أن الأمريكان قد أعطوه الضوء الأخضر، ولا يمكن للمخابرات أن تعطي الضوء الأخضر إلا بضوء أخضر من البيت الأبيض. هذا حدث مهم، يعني البيت الأبيض كونه لا يعترض، البيت الأبيض لم يكن هو الذي اتخذ القرار، لكنه لم يعترض على ظهور هذه المقابلة، معناه أنه لا بأس عنده من أن يفضح محمد بن سلمان أو أن يحرج، أو ربما حتى أن تكون هذه المقابلة مقدمة لقرار أو سياسة جديدة عند الحكومة الأمريكية. هذه هي أهمية المقابلة بغض النظر عما قيل فيها. أهم ما جاء فيها في المقابلة مما يخص محمد بن سلمان هو ليست قضية أنهم مسجنوا عياله ولا مسجنوا عياله، أهم ما جاء فيها هو ثلاث أمور. المسألة الأولى حديثه عن تصرفات تشبه قتل خاشقجي، مثل قرار قتل محمد بن عبد الله بن عبد العزيز، والذي لديه وثيقة عليه، يعني لديه فيديو مسجل فيه ينوي قتل عبد الله بن عبد العزيز بسم يأخذه من الحكومة الروسية. طبعا السم الروسي ليس متوفر لدى العامة، يأخذه من الحكومة الروسية، يعني سيصافح الملك عبد الله يمكن بقفاز ولا بشيء، وخلاص انتهى الملك عبد الله. الحاجة الثانية اللي هي الفضيحة الثانية هي نيته خطف أو اغتيال أمراء في خارج المملكة، وهو نفذها، لكنه عرضها على الجبري ورفض الجبري، لأن يقول إحنا دولة محترمة لا ننفذ هذه الأمور، فيعني استقعد له، يعني قرر أن وذلك هرب الجبري. يعني هذه بداية أنه بدأ يكيد للجبري. هذا السبب. المعلومة الثانية المهمة جدا التي ستكون لها ضرر كبير على بن سلمان، ضرر عليه مباشرة، أنه سيقلق الآن، سيظن أنه متابع، أن هناك تسجيل له وهو ينوي قتل الملك عبد الله، أنه سيكون متابع ملاحق من قبل جهات عالمية مختلفة، خاصة أنه قد وضع التسجيلين في مكان آمن. وكذلك الدليل القوي على أنه كان يريد خطف أمراء. ثم العبارة التي استخدمها، عبارة سيكوباثي، بالمناسبة نحن أول من استخدم عبارة سيكوباثي وشرحنا لماذا نقول عن محمد سلمان أنه سيكوباثي، الآن قالها الجبري بهذا المعنى، وأكد على أن هذا الشخص يعتبر خطر
على على نفس أمريكا، يعني مو خطر على نفس على هو على البلد، خطر على نفس أمريكا. المستوى يعني ما هي خطورة المقابلة؟ يعني هل 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 المقابلة ستحرج محمد بن سلمان أمام شعبه؟ لا، لأنه محمد بن سلمان ما يكترث في الشعب ولا أهم الشعب ولا يفكر بالشعب، لكنه المقابلة ستضره على مستوى الأمريكان. الأمريكان إذا يعني البيئة السياسية، طبعا الشعب الأمريكي ما مهتم بالموضوع، البيئة السياسية والبيئة الإعلامية ستعتبر أن هذا الشخص خلاص فعلا سايكوباثي خطير، لابد أن يتم التخلص منه. على المستوى محمد بن سلمان سيعيش قلقا، على مستوى العائلة الحاكمة أنهم سيعيشون إحراجا، أنه ليش هذا الجبري وهو ليس أمير تكلم وتكلم بهذه الطريقة القوية، لماذا لا يتكلمون هم فلان وفلان اللي فرنسا وفلان اللي بريطانيا وفلان أمريكا الذين تمكنوا من الهروب، لماذا لا يتكلمون؟ لماذا يعتقل أخوانهم وأعمامهم مدري إيش وهم يتلعب بهم بن سلمان ولا يتكلمون ولا يقولون شيء؟ فهذا إما أن يتسبب بإحراجهم أو يثبت مرة أخرى أنهم أعجز مما كان يظن الناس فيهم. ما الذي سيحصل قريبا؟ الله أعلم، لكن كما قلت أن السماح الأمريكان للجبري أن يظهر هو لم يأمروه، ما أمروه، لا، أنه هو فقط سمحه فقط، أعطوه ضوء أخضر أن يظهر، أنه ربما يكون مقدمة لإجراءات تتخذ ضد محمد بن سلمان. كيف ستسير الأمور وما هو السيناريو؟ الله أعلم.